ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ مكملين في لعبه مان اوف ميدان. المره اللي فاتت اتخطفنا من القارب بتاعنا ورحنا للسفينه المهجوره، وانا متحمس جدا في الحلقه ديت. يعني المفروض هنبدا نشوف احداث جديده، لان الجزء اللي فات بصراحه كان كله هري وراغي. لما زهقت كنت بصعد اصلا من الجزء اللي فات، فرد كل الجزء ده حماسي شويه، بيتكلم فرنساوي وانا مش فاهم اي حاجه. ده ايه ده؟ ده ايه؟ ايه اللي فك؟ فك ايه بس؟ لا ايه يعني؟ مش فاهم. البت يا زمان بتقول يا اخي خرب بيتكم، قلت ما طلعت معاكم. الله. طب ايه الذكاء ده؟ ده هم طلعوا اول. مش عارف مش عارف مين يضربوه ولا اي حاجه، هو طالع كده. جيسوس. جيسوس. تشيز بالجبنه. ربنا يستر. الجزء الجديد اللي احنا نلعب دلوقتي بالبيت. اه بالبت الزنجية. الجزء الجديد شكله جامد جدا، اللي هو بتاع بيت الأم. شكله جامد جدا ورعب رعب بقى. في هنا ده انت عاوز يا اخي؟ انت راجل بيض، انت راجل بيض بيض يعني. خلاص يا عم اتحرك يا حاج. انسنت. حاضر. يا بتجري ازاي؟ ان والله نسيت. نمبر 3. في ايه؟ ايه اللي وقع؟ لا بقول لكم ايه؟ ايه اللي كده؟ وانتوا منزلكوا عادي مفيش اي حاجة ولا ايه؟ مش حاسين بحاجة غريبة؟ تعالي انا رايحة فين؟ والله The mask of madness. Do you eh? dare to look this in the eye? بصراحة بيجوا في اللعبة دي شوية زوايا في التصوير ملهاش حل. الولد اللي عمل الزوايا دي فنان. ده ايه؟ ميلر. مش ده الولد اللي بالناف الأول؟ هو صاحبه؟ اوكي. في حاجة هنا؟ مفيش، ما اعتقدش ان في حاجة هنا. يا عم ماشي، انا ماشي، ما تضربش، اديك على وشك على طول. ده الاخ اللي بيخاف من خياله؟ ده وصل ايه ده؟ انترناشونال مش عارف ايه؟ ايه بره؟ ماشي. دي خدت بره بجيبها؟ اشمعنى يعني؟ كان نفسي ولا كولر يبقى معانا. مش مشكلة بقى. سلكته يمكن ينفعنا في الآخر. مش عارف انا ايه حبه في الاوض، في الاوض والحبسه بتاعه، مش عارف. ماشي يعني. Hey, it's pitch black in here.
Give us the light. Oh. طلع محترمة. Thanks. اوكي. طب انت عملت غلط. هتولع ولا لا؟ انا هولع فينا ولا مش فاهم. انا اعرف دلوقتي. It asked to have something to do with the Manchurian gold. We're not far from those coordinates. Maybe this is the ship that was carrying the gold. Really interesting. It's a possibility. We can't just sit around. We need a plan. Let's get back to our boat, get the hell away from here, and never step foot off dry land again. How's that for a plan? I saw one of the goons take something out of the boat. Distributor cap. Makes the engine work. The Duke of Milan is a floating brick without it. We need to get it back. While those guys are out panning for Manchurian gold or whatever they think they're gonna find on this floating coffin, we gotta take advantage and look around for a way out of here. Relation updated. Rush. Fliss, I just wanted to say that, I might have gotten things kind of wrong back there. Excuse me? بتأسف؟ I may have kind of prematurely come to the conclusion that maybe, you know, you're working some kind of side deal with these guys or whatever. But I mean, obviously that's not true. They're being just as bad to you as they are to us. So, yeah. Allow me to translate. شكلك وحش. Sorry. Well, I... بس خلاص بقى. Apology is kind of accepted. Cool. ده جاب جاز. What do you think this ship was? بيقول لك يا سيدي انا بفتقدك بجنون. ثلاث اشهر حتى مش عارف ايه. يعني في احد يعني جندي بيكتب رساله خطيبته وحبيبته. ده ايه ده؟ نضارة. بيستنجي النضارة دي، ايه المشكلة؟ ايه اللي غريب في النضارة يعني؟ مش فاهم. حاجة غريبة جدا. ايه اللي غريب في النضارة؟ ايه اللي غريب في النضارة؟ مش فاهم. سيب وشك بشوط مية كده فوق. وتحط ايه ده على رجل؟ تعالي هنا تعالي هنا. ده جورنال. I wonder why they all left it behind. Archaeologist missing in Iraq. Have gone missing. بقول لك 24 archaeologist بريطاني تم فقدهم في مش عارف حاجة كده في جبال مش عارف ايه في العراق. إذا البعثة وصلت في المملكة في شهر سبتمبر السنة اللي فاتت توزع ستيت الجول اوف مش عارف ايه. وكان في بعثة في العراق تاني واتفقدت مش عارف بقى بعثة ايه بالظبط. Hey. I found this letter that was never sent. Okay. Well, it said there were rumors about figures roaming around the cargo. Figures? You want to be more specific? Look, I'm not really sure what he meant. All I know is that I just get this really creepy feeling like something terrible happened here. Something is wrong. I don't like it. I don't like a single thing about this place. Not at all. I found this note. It was back in the bunk room. So it says that this guy, Patterson? Kept playing sick, getting out of guard duty when he was supposed to be in the hold. Hmm. I guess he did it like a bunch of times. Anyways, it doesn't seem like anyone liked it too much down there. So what I'm gathering is the crew
Man, they were pretty creeped out by whatever the hell they were carrying on this ship. I just wish I knew what the fishermen were planning. Back on the Duke, I overheard them talking about the Manchurian gold. I really don't think they had any of this planned until the gold caught their attention. We need to watch them closely. This could go from bad to worse if they don't find what they're looking for. So, what do we do? نعمل ايه؟ We need to find a way out of this room. ماشي، عاوزين طريقة نخرج من الغرفة. Out of this room, or we need to be ready to make a move when those fishermen come back. Okay, well we're not gonna do anything from in here. We need to keep looking around and try to find a way out. Okay. Just be careful. Okay. شوف اللوحة دي فيها ايه؟ ضغط طريقة الخروج. هنا 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 ستك. ده في هنا. ده في فتحة هنا. ايه العلامة دي؟ دي خلاص ماشي قلنا عرفناها. ايه المشكلة بقى؟ يلا اجمد شوية يا ابني. مش عارف شكله. عملت نفسك رياضي. وبعدين خلاص stripped not gonna work that way. من عاوز ايه؟ What do you think? I can't get it open. Over here. في ايه؟ Maybe we can bend it open and get out of here. This is the way out. أكيد ده اللي بخروج يعني. You want me to just smash through this wall? Oh yeah, sure. Big man on campus. Someone should create a distraction. This is gonna be loud. Sure. هيثير الانتباه جامد لو عملوا كسروها. Wanna do the honors? لازم بقى حد يلفت الانتباه. ماشي. نلفت الانتباه. Distract. ماشي. مانجرو ايه مانجرو دي لا انجز شوية انجز بس كده يخرب بيت بقك ايه البق ده دخلها طب استنوني طيب زقوا بقى الباب وراكم ريبليس ريبليس ايوه ايوه حطها هوب بس ولا حد شاف حاجة وفجأة اوبا أليكس هنلعب بأليكس دي جوليا هنلعب ببولا الأسمراني يقول لك في سلالم هنا شوف الباب ده في حاجة؟ طب استنى يا ماما انت هوي انت في مستعجلين ليه؟ خش يا عم كده ما تبقاش تقيل ده ايه ده؟ ده ايه؟ جيز maybe this is what scared everyone off ده ايه ده اصلا مش فاهم لا حول الله يا رب
اخرب بيتك. أني اتخضيت. لف يا عم واد قفا ليه كده في ايه؟ لا ما تنحش كده، خليك مرن. نهار ابيض عليك. It's just so weird that they all just vanished. It's like they were just snapped up right in the middle of whatever they were doing. It's not possible, right? تعالى خش هنا، تعالى شوف اي حاجة كده. ده ايه؟ ده ايه؟ كارجو فوت دي بتاع الحمولة مش كده؟ بس خلاص. نعم أمورنا. طب هنا ولا هنا؟ طيب طب نشوف هنا الأول. في ايه؟ ليه بيجيبوا الزوايا المخيفة دي؟ مش عارف انا في ايه، انا مش مطمن وربنا ما مطمن. فلا كان في حمام اتحرك. النهار ابيض. بيقول لك انا اخيرا وصلت لهم دارلينج عزيزتي، رحلة أخيرة عبر المحيط وهرجع تاني البيت. وللبنات أنا مش قادر سي يور فيسز، عايز أشوف وشكم. قولي لنيد ونانسي يبقوا فرحانين، هشوفوا أبوهم قريبا جدا. بس يعني بقول لأبوهم تقريبا. إيه القعدة المعفنة دي؟ الناس دي بتعمل إيه؟ النبي مش عاوز رعب. في حاجة هنا؟ خلاص؟ You think Conrad's made it? He can be pretty resourceful when he puts his mind to it. That's not really an answer. ما اعرفش احنا نعمل كمصريين نعمل فيلم نعمل حاجة رعب زي كده. فيلم كده في نفس من نفس الزوايا كده، بنفس الموسيقى، بنفس الاتموسفير ده. يب. يبقى ملوش حل. What? Like what? Not sure I want to find out. Gotta keep going. No. ماشي اهو. I cannot take any more of this. Julia. معلش. No, I can't. I can't do it. Julia, you gotta calm down. Let's go. Come on. استني يا ماما. مش قادرة مستعجلة كده. سلام نشوف يمكن نلاقي اي حاجه. Maybe everyone's hiding in the hold for a big surprise party. اه big surprise party. انت حلو قوي. ده ايه ده؟ ده جمجمة حاجة حيوان ده ولا ايه؟ ولا فار صغير ده ولا ايه؟ اخرب انت ولا تعال فقر يلا. انت من ساعة ما بدأت ألعب معاك والحاجات الغريبة عمالة تحصل فجأة كلها عليك انت. لا بقول لك ايه، انت مش هتعمر معايا. تعال هنا. كتاب ايه ده؟ ده الكتاب اللي ما فيهوش اي حاجه. ده تقريبا يوميات. هو تقريبا بيحكوا على الحمولة اللي اتعملت أول حاجة الخميس 12. جوت توكينج وز فيلر هو هاد هيلبد. كلمت مع فيلر اللي ساعدته في تحميل السفينة وقال لي اللي هم حطوا بعض من التوابيت على السفينة واللي مش غريبة خالص. وقال there was some guy who made sure
ان في واحد يعني يركب الكوافين في سفينه وحطها صح يعني. كده يوم 15 بيقول لك الراجل اللي كان فضل يساعدني عشان اعمل الكوافين ما جاش، قال لك اللي هو تعبان. سامسونج ويرد اباوت زد بيس، في شيء غريب في هذا المكان. بعد كده 3/17 نيوز باتش از وورث 21 كان عندي تقدير الخدمة اند مش عارف ايه حاجة كده كريب مي اوت، في حاجة خضته تقريبا اتخض. في ولا حاجة لا مش عارف، بقول لك لا عمو الميت مش عارف ايه ظاهر له حاجة غريبة كده يعني. ماشي يا اخ اليكس بالله عليك، شفت مسات مات بصراحة وانت وشك حلو قوي. خرب بيتك ده في حاجة تحصل. اوه اوه في حد بيخبطه. الحاجات دي بتنبئك عن احداث هتحصل في المستقبل، تديك لمحه عشان تاخد القرار الصح. حاجه انا مفيش داخل بوشك في الكاميرا دي كده، في ايه؟ ما راحوا فين؟ النهار ابيض على خطواتك. في حد؟ اوبا هما اتفك الكشاف بقى يا عم اطفيه وانت انت داري. ما كويت خالص اه. اوبا على الغباء. ده الاخ اللي عامل نفسه راجل عليهم. وده ايه ده عاوز افهم ده ايه؟ ده تقريبا حاجه في القارب لازم تتحط عشان نشتغل. مش بقول لك؟ عاوزين نبقى حريصين. ربنا يستر. يلا. انا مستعد. بالراحة بشويش. في حد؟ ايوه حذره طبعا. بس استخبى خلاص. يا غبيه يا نهار ابيض. نعمل ايه؟ اسكوا؟ يا رب على غباء. Arrête de crier, j'essaie d'entendre ce qui se passe. Je crie pas. Ta gueule. Je veux savoir où sont les autres. تقريبا كان فخ اصلا، هم عارفين ان هم هيجوا. تروح اسكوا ده اللذين. كده مش كل بيت. What are we doing? I thought we were following them. We gotta keep our distance. This way we can get ahead of them.
got this. طب يا جماعه احنا هنقف النهارده هنا. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. تنسوش تعملوا لايك, ولو انت جديد اعمل سبسكرايب. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. مع السلامه.